LS channel present. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته إخواني الأعزاء، تحية كبيرة لكم ولجميع المربين وإلى كل إنسان محب للطيور وخاصة طائر الحسون. إخوتي في الله، يتساءل البعض عن أحد المواضيع التي يحتار فيها بعض المربين، ألا وهي: هل نقوم بعزل الطيور بعد انتهاء موسم التزاوج؟ وعندما نقول عزل الطيور يعني بعد انتهاء موسم التزاوج، يقوم بعض المربين بعزل الطيور ووضعها في أقفاص يقدمون لها الفيتامينات والمكملات الغذائية من أجل الاسترجاع بعد موسم منهك وموسم متعب لهذه الطيور، يبتدئ فيه فترة القلش أو غيار الريش مما يتعب الطيور ويكون الطائر في حالة ضعف وخمول بعض الشيء. إخوتي الأعزاء، بالنسبة لعزل الطيور، فأنا أتكلم عن تربيتي الخاصة لهذه الطيور وكيف أتعامل معها بعد انتهاء موسم التزاوج، وماذا أقدم لهم من مكملات وتغذية وفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية. إخواني الأعزاء، أنا أقولها صراحة، بعد انتهاء موسم التزاوج لا أقوم بعزل هذه الطيور، وإنما أتركها مع بعض في السلاكة، ولا أقوم بتحريك أي طائر منها أو تغيير أي طائر، وإنما أضيف إليها طيورا أخرى من حساسين برية أو حساسين مولودة في الأقفاص أو السلكات، وهذا لتجنب تزاوج الإخوة وتزاوج نفس الدم، وأقوم بوضع دماء جديدة في السلاكة، وهذا لتقوية السلالة وإعطاء مناعة قوية للطيور وتجنب تزاوج الإخوة وغيرها من المشاكل التي يسقط فيها الكثير من المربين. إخوتي الأعزاء، فأنا لا أقوم بعزل الطيور كما قلت، وإنما أقوم بتقديم لها تغذية صحيحة ولا أغير فيها إلا القليل. فكما تكلمت في بعض الفيديوهات عندما نصحت بتقديم التمر كعنصر غذائي فعال و يعطي الطيور نتائج جيدة ويقويها، ونعطي لهم البذور التي تمدهم بالطاقة. إذن إخوتي الأعزاء، من الأمور الجيدة هي تقديم الحبوب المتنوعة بمختلف أنواعها للطيور، وهذا لجعلهم في صحة جيدة وتوفير لهم الطاقة والبروتينات والدهون اللازمة من أجل صحته ومن أجل فترة غيار الريش مريحة لهذا الطائر وصحيحة 100%. وأيضا نقدم لهم الفواكه، ونقدم لهم الخس، ونقدم لهم السلق وبعض النباتات التي يحب هذا الطائر، وهذا لتقوية مناعته وجعله قريبا للطبيعة. فكما نعلم أن فترة غيار الريش وبعد انتهاء موسم التزاوج تكون هذه الفترة فترة راحة بالنسبة للحسون، ويحتاج فيها إلى الكثير من البروتينات والدهون والأملاح. إذن إخوتي الأعزاء، يجب على كل مربي حسون أن يفرق بين تربية الحسون في السلكات وتربية الحسون في الأقفاص. فتربية الحسون في السلكات يعني أننا نضعه في ظروف ملائمة وظروف تكون أقرب إلى الطبيعة. فلهذا لا أرى لماذا يقوم بعض المربين بعزل الطيور من السلاكات، وهذا ظنا منه أنه يكون الطائر أفضل في الأقفاص، يظن أن الطائر يكون أفضل حال وإن كان هنالك أحد المشاكل أو أمراض يمكن السيطرة عليها في الأقفاص. فتربية الحسون في السلاكات تكون أقرب إلى الطبيعة، يستوجب علينا أن نتركها في السلاكة ولا نقوم بإزعاجها أو تغيير مكانها، ولا نقوم بعزلها أو وضعها في الأقفاص. وإن كانت تربية أقفاص فيمكننا أن نعزل الذكر عن الأنثى، أو يجب علينا أن نعزل الذكر عن الأنثى للاسترجاع، ويكون كل طائر في حالة راحة ولا يكون عنده إزعاج من طائر آخر، ونوفر له ما تكلمنا عنه من عناصر غذائية صحيحة للطيور. ولكن في السلكات يختلف الأمر قليلا، فلهذا يجب أن نفرق بين تربية الطيور في السلكات والأقفاص، فلا يمكن أن نخلط بين الطريقتين.
فكما نعلم أن الطائر الحسون طائر مزاجي ويحب أن يكون أقرب إلى الحرية والطبيعة، فلهذا عندما نغير له المكان ونضعه في أقفاص قد يدخل في حالة كآبة وحالة خمول وحزن، مما يسبب له ضعف في المناعة ويكون قليل النشاط إلا بعد فترة، وهذا قد يؤثر على الأزواج أيضا إخوتي الأعزاء. وعندما نترك الأزواج مع بعضها للموسم القادم إن شاء الله، تكون الطيور قد تعودت على بعضها البعض، وسيقوم الزوجين باختيار بعضهما البعض والإنتاج مرة أخرى، تكون جهوزيتهم في شهر مارس، يعني في بداية فصل الربيع بإذن الله، وينتجون في فصل مارس ولا يكون هنالك أي عائق أي مشاكل. فلهذا عندما نترك الأزواج مع بعضها تتعود على بعضها وتقوم بالإنتاج في السلكات ولا يكون بينهم شجارات عنيفة وكبيرة، وهذا يسهل وينجح عملية الإنتاج بسهولة إخوتي الأعزاء. فلهذا عندما نقوم بعزل الطيور في موسم بعد انتهاء موسم التزاوج، فكأنما نعيد الطيور إلى أصلها ونقوم بعزل الطيور، ولن تعتاد على بعضها البعض بعد وضعها في السلكات، وهذا قد يسبب بعض الشجارات خاصة بين الذكور والإناث على الأعشاش، مما يعطل من عملية التزاوج وعملية الإنتاج في السلكة. فلهذا على كل مرب يربي طيوره في السلاكة أن يتركها مع بعض، وإنما يقوم بأحد الطرق الصحيحة، وهي تغطية السلاكة إن كانت معرضة للتيارات الهوائية الكبيرة والبرد، ويقوم بتغطيتها تدريجيا كما أوضحت في فيديو سابق. فعندما نقوم بتغطية السلاكة نبعد عنهم التيارات الهوائية وتقلب الجو خاصة في فصل الخريف، وهذا من مسببات الأمراض كما نعلم جميعا. ولكن تكون الطيور قد اكتسبت مناعة في السلاكة وتكون متعودة على الجو الذي في السلاكة، فلن تؤثر عليها التقلبات الجوية كثيرا، لأن جسم الطائرة والطائر قد تعود على سلاكتك وعن الظروف المعيشية التي فيها من جو وطقس وتغيرات جوية، فالطائر قد اكتسب المناعة اللازمة. ولكن عندما نقوم بعزله في أقفاص ثم نعيده إلى السلاكة، ففي هذه الحالة يمكن لطائرك أن يمرض وأن يصاب بالتسيف ونزلات البرد. فلهذا لا أنصح أي إنسان يربي الطيور في السلاكة أن يعزلها، وهذه هي طريقتي الخاصة التي أريد أن أشارككم فيها. فأنا لا أقوم بعزلها إطلاقا والحمد لله، لا أعاني من أي أمراض والحمد لله، ولا أعاني أي مشاكل في الإنتاج أو جهوزية الطيور وغيرها، فالطيور تجهز في وقت قياسي وتنتج في وقت قياسي والحمد لله إخوتي الأعزاء. فلهذا أردت أن أشارككم هذا الموضوع بعد أن جاءني تساؤل عنه. أرجو الله أن يوفق الجميع ويوفقكم إلى ما فيه خير، وأرجو أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل في هذا الموضوع. فلهذا إخوتي الأعزاء أشكركم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا ليصلكم كل جديد، وأرجو الله أن يوفقني ويوفقكم لما فيه خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.